علشان نادي بيحقق مكاسب. اذا كان في اعلاميه طلعت قالت لك لا ده عملوا البنك الاهلي، النادي الاهلي بنك استثماري، والسلوجان اللي معروف الهابط عمر الاهلي ما كان كده. عملنا ايه في النادي الاهلي؟ عمره ما كان كده. وصلنا ميزانيته مليار، الراجل اللي قاعد في لندن ربنا يشفيه نال ما نال، محدش دافع عنه. لندن دي كلمة السر يا عماد. محمود طاهر وهو بينال ما ينال كل يوم على القنوات الفضائية، متقين من ايه؟ مجلس الإدارة ده عامل ايه للناس؟ عامل علشان بيحقق رسالة أقصى يمين ان هو يحافظ ويرعى مصالح 130 أو 140 ألف عضو عامل. اللي أعرفه انك انت تيجي تقول لي انت عندك فساد، عندك تخسر ماتش يقول لك الاهلي في تفكك، زي اللي بيقول لك النهارده في جرنان الاهرام فتنه في النادي الاهلي. فتنه؟ هو انا لما اقول لك مثلا امضي هنا وامشي وبكره ايسر على الناس تكمله بهيئه قضائيه بتسميع صناديق ابقى بعمل فتنه؟ وكابتن صالح سليم قال النادي الاهلي فرع واحد، ايه ده؟ انت دخلتني في ايه؟ لكن ده انا عارف ده اسمه اكشن بلان. اكشن بلان صراع سلطه. هو صراع. طب ما هي الانتخابات صراع سلطه يا استاذ عماد. يعني الانتخابات دلوقتي احنا في تدخل حكومي واضح. اذا الاهم المشاهد دلوقتي حاجه واحده بتتعمل في الرياضه النهارده ان هو النيل من تقرير المصير. استاذ عماد موقف الاهلي احنا انت مكمل في اجراءاتك وهتتجاهل مش العالم. ها؟ لا لاخر العالم وهتتجاهل الخطاب اليوم مش مجلس اداره.